راغب علامة يوقف حفله في قرطاج لاستقبال امرأة مصابة بالسرطان ويطلب أمراً مؤثراً من ابنه خالد. نحبكم برشا. أحيا الفنان اللبناني راغب علامة ليلة أمس حفلاً اكتظ بآلاف الجماهير وشهد تفاعلاً واسعاً ضمن حفلات مهرجان قرطاج الدولي بدورته 56. ووسط تفاعل الجمهور اللافت مع راغب علامة قدم الفنان اللبناني عدد كبير من أغنياته القديمة والجديدة لمدة ساعات، إلا أن تصرفاً مميزاً من راغب استوقف الجمهور. وفي التفاصيل، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه راغب علامة في لقطة مؤثرة، إذ أوقف عرضه في قرطاج لاستقبال امرأة تونسية مريضة بالسرطان أصرت على التقاط صورة معه، فما كان من راغب إلا أن ركع على المسرح واستقبلها بفرحة، ما دفع السيدة إلى أخذ الميكروفون من راغب والتعبير عن مدى سعادتها للالتقاء به وأنها خرجت من عملية جراحية صعبة وكانت تتمنى أن يمد الله بعمرها حتى تتمكن من المشاركة بحفله. وكان لافتاً أيضاً أن راغب دعا ابنه خالد لإلقاء التحية على السيدة والركوع لتحيتها، فحضر الأخير مسرعاً وحذى حذو والده. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو المنتشر مشيدين بتصرف راغب وابنه الإنساني ومتمنين على باقي الفنانين أن يحذوا حذوهما. وبعد انتهاء الحفل أجرى راغب علامة ندوة صحفية أعرب خلالها عن حبه الكبير لتونس ووصف الحب المتبادل بينه وبين جمهوره بالمميز والمؤثر، إذ قال: لقد شاهدت الجد والابن والحفيد معا داخل المسرح وغنوا معي جميعهم، وهذا مشهد يبعث في فرحا لا يشرح بالكلام، إنه الحب المتبادل بيني وبين جمهوري. أنتم من صنعت لكم الأغنيات، لكم كخلوقكم كحقكم كبصمتكم.